السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخش في الموضوع على طول علشان هي المشرحة مش ناقصة قتلة. الحكومة تقرر تطبيق الفاتورة الإلكترونية على كل الناس، على كل الناس، مفيش حاجة اسمها انت ما عندكش حاجة او ما عندكش سجل تجاري وبطاقة ضريبية فالحكومة مش هتعرف تعمل معاك حاجة في الفاتورة الإلكترونية. احب اقولك الموضوع ده لا مش صح، الموضوع ده غلط مبدئيا، بس عشان نبقى انا فاهمين القصة. موضوع الفاتورة الالكترونية ده تم تفعيله يوم 15 فبراير او 15/2 عام 2021 لقانون 518 لعام 2020، خلاص. فالموضوع ده بقاله فترة وكانت دخلت فيه مجموعة كبيرة من الشركات اللي موجودة حاليا في السوق وبدأت تطبق موضوع الفاتورة الالكترونية. ايه يعني ايه فاتورة الكترونية؟ يعني من الاخر الحكومة هتكون قاعدة على السيستم بتاعك شايفة كل حاجة بتشتريها وكل حاجة بتبيعها. يعني لو انت حضرتك مطلع سجل تجاري وبطاقة ضريبية وفي عندك فواتير بتعملها من فوق الترابيزة وفواتير من تحت الترابيزة، فاحب اقولك ان الموضوع ده مش هيحصل تاني ومش هتعرف تعمله تاني. طبعا احنا كانت الناس بتعمل كده علشان في ناس ما بتبقاش عايزة تشتري حاجة بالضريبة القيمة المضافة. طبعا الموضوع لا مش ما يشملش بس ضريبة القيمة المضافة، الموضوع يشمل كل ما هو ضريبة او ضريبي، كل الضرائب الممكنة. يعني في ناس بتدفع ليها ان هي تدفع ضريبة قيمة مضافة، وفي ناس بتدفع ارباح تجارية وصناعية، وفي ناس بتدفع ضرائب خصم واشعارات خصم، وفي يعني موضوع كبير عشان مثلا الناس ما تفتكرش ان الموضوع ليه علاقة بالفاتورة الضريبية وبس. لا، الموضوع اكبر من كده. طيب انت دلوقتي الحكومة طالما ركبت عندك على السيستم فخلاص مفيش حاجة اسمها فاتورة هتعدي، كل اللي انت بتبيعه هتدفع عليه ضريبة، وكل اللي انت بتشتريه هيكون مدفوع عليه ضريبة، وده بيتخصم من ده علشان في الاخر السنة بتحدد لك الارباح بتاعتك قد ايه، علشان بعد برضو ما تخلص السنة لازم الضرائب تراجع الارباح بتاعتك. طيب اخر كلام كان الكلام ده كان امبارح، ان اخر ميعاد لاي شركة ان هي تسجل في الفاتورة الالكترونية يكون يوم 15/12. النهاردة الصبح طلع قرار خلاص من وزارة المالية بالتمديد للكيانات الفردية. يعني ايه؟ يعني مثلا انت حضرتك دكتور، حضرتك محامي، حضرتك محاسب وعندك سجل تجاري وبطاقة ضريبية، حضرتك شركة فردية وعندك سجل تجاري وبطاقة ضريبية، حضرتك شركة كبيرة وكل حاجة بس يمتلكها فرد واحد بس برضو، او عندك سجل تجاري وبطاقة ضريبية، تم التمديد ليوم 30/4 خلاص لعام 2023. يعني اخر ميعاد ليك علشان تقدم الفاتورة الضريبية، سوري الفاتورة الالكترونية، هيكون يوم 30/4/2023. تشترك ازاي في الفاتورة الالكترونية؟ الموضوع ما بياخدش اكتر من 48 ساعة. انت بتتواصل، هتتصل، هقول لك يا سيدي، هتتصل على رقم 16395 16395، هتتصل بالرقم ده خلاص، وهتقول لهم على الشركة بتاعتك والسجل بتاعك وال السجل والبطاقة يعني بتوعك، وهم هيقولوا لك هتعمل ايه، وبعدين هيجوا لك وهيعملوا لك سوفت وير على السيستم بتاعك، ومن هنا هتكون اتربط الكترونيا اونلاين مع وزارة المالية وهيئة ومصلحة الضرائب. يعني ما شاء الله، يعني ايه انت مش هتكون عين عينك. طيب الموضوع ده مهم، لو انت ما عندكش سيستم فهم هيعملوا لك سيستم خلاص. لو انت راجل ماشي في الدغري يعني وبتقدم اقرارات ضريبية وما عندكش مشاكل ومش بتأخر حاجة وما عندكش سيستم فهيتعمل لك سيستم خلاص. طيب لو انت النهاردة فاكر ان انت لو انت ما عندكش شغل او ما عندكش سجل وبطاقة فانت بره الموضوع، فلا، ما انت كده كده هتخش. يعني لو انت عندك شغل وعندك شركة ولغاية دلوقتي ما عندكش سجل وبطاقة، انت هتخش في غرامات كبيرة جدا وحاجات هتوصل للحبس، فانت لازم تعمل سجل وبطاقة خلاص. طيب لو انت النهاردة حاطط فلوس في البنك، فالبنك دلوقتي بقى خاضع للفاتورة الالكترونية، فكل حسابات البنوك جوه البنوك هتبقى معلومة لوزارة المالية وهتبقى معلومة لمصلحة الضرائب،
فده معناه ان لو انت النهاردة عندك فلوس في حسابك هيجي يقولك الفلوس دي جات منين والضريبة بتاعتها فين، عشان بس تبقى فاهم. طبعا قانون زي ده ممكن يخلي الناس تسحب كل فلوسها من البنوك قبل تطبيقه. دي انا معرفش هم ازاي بيفكروا فيها، يعني انا معرفش يعني انت ازاي بتقول ان ده هيحصل. طب ما الناس دي لو سحبت الفلوس بتاعتها من البنوك خوفا من القصة اللي احنا بنتكلم فيها دي، فده معناه ان انت الاقتصاد بتاعك هيتدمر اكتر ما هو متنايل على عينه. انا معرفش انتوا حسبتوها ازاي، بس لازم الناس تاخد بالها من اللي انا بقوله ده، لان مش ناس كتير هتقوله لكم. اي قرش سواء كان عملة او كان مصري عندك في البنك، بعد تفعيل الفاتورة الالكترونية سيتم السؤال عن مصدر هذه الاموال، وبعد ما هيعرفوا مصدر هذه الاموال هيقول لك تعالى ادفع لي ضريبة عليها. يعني مثلا انت عندك حساب شخصي وعندك حساب شركة، وعندك في حسابك الشخصي مثلا 100,000 جنيه مثلا، ومالكش دعوه بحساب الشركه بتاعتك. مثلا انت بتكسب من الشركه فبتاخد فلوسك من الشركه تحطها في حسابك الشخصي المكسب بتاعك، هيجي يقول لك لا يا باشا انت هتدفع لي ضريبه عليه. طب ما انا اوريدي في الشركه دافع ضرائب. لا دي حاجه ودي حاجه، دي فلوسك، دي فلوسك الشخصيه دي تدفع الفلوس عليها. الكلام ده اللي انا بقوله لو مش مظبوط يا ريت حد يطلع يكتب لي في كومنتات انا يقول لي انا غلط والصح بتاع الكلام ايه. طبعا انا مش بقول ان موضوع الفاتورة الالكترونية دي وحش ولا حلو، هو بصراحة حلو وبصراحة كمان وحش. حلو لانه خلاص هيخلي مفيش حد هيعرف يتهرب ضريبيا، فالحكومة هتاخد فلوسها من الناس كلها. ووحش لان الموضوع داخل فيه عاطل مع باطل، يعني الموضوع هيطول الصغير وهيطول الكبير. طب هل الكبار فعلا، الكبار الشركات الكبيره ويعني الملاءات الماليه الكبيره في البلد هتخضع للفاتوره الالكترونيه؟ يعني الناس دي هتتحاسب زي ما احنا هنتحاسب كده، ولا احنا الغلابه بس اللي هتاخد منها الفلوس؟ ده سؤال محتاجكم تجاوبوني عليه. خلاص انا عايزكم تجاوبوني على اللي انا بقوله ده. هل كله هيدفع ولا الغلابة بس؟ وبعدين هل يعني انتوا خلاص يعني خلاص مش عارفين تجيبوا مصادر مالية فما لقيتوش غير ان انتوا ازاي تاخدوا فلوس من الناس؟ طب يا باشا شجع على التصنيع عشان تصدر وتجيب عملة، بدل ما انت مش مفكر غير ان انت ازاي هتجيب فلوس من الناس كضرائب. هي الناس ناقصة، يعني هي الناس ناقصة، الناس مش قادرة أصلا تاكل والأسعار عمالة تغلى ومفيش رقيب على الأسعار اللي بتغلى، والناس مش قادرة حتى يعني تصرف على بيوتها. هتقوم أنت كمان راكب على الشغل اللي هم يا دوب بيمشوا بيه أمورهم عشان تطلع منه ضريبة؟ مش كده بقول لك هو الموضوع حلو ووحش في نفس الوقت. عايز أقول لكم إن من سنة 2020 القانون ده كان طلع في قانون 518 لعام 2020، من سنة 2020 للنهاردة انضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 135 ألف شركة. طب ال 135 ألف شركة دول عايز أقول لكم إن هم داخلين في حوالي 450 مليون فاتورة. أنت واخد منهم فلوس ضرايب يعني ومكمل بتاخد عادي. انا مش بقولك ما تعملش الصح، مش بقولك انا ضد الميكنة وضد ان انت تكون شايف كل حاجة بتحصل، بس رفقا بالناس، لان الناس ما بقتش قادرة. خلاص الواحد بينزل من بيته الصبح عمال يقول يا رب هجيب اكل لعيالي ازاي، فلما يسمع خبر زي ده هيعمل ايه؟ عايز الناس تنتحر؟ يرمي نفسه من البلكونه يعني علشان ترتاحوا؟ ما هو الشعب لو مات مش هتلاقوا حد تاخده منه ضريبه. شجع الاستثمار، شجع التصنيع، وفر مناخ اقتصادي جيد لان يجي لك مستثمرين من بره تصنع وتصدر علشان توفر عمله.
فكر في ده وبعدين خلي موضوع الفاتوره الالكترونيه ده في الاخر. اه طبعا بعد ما الناس جدت وكله قاعد معترض على موضوع الفاتوره الالكترونيه، الحمد لله النهارده القرار طلع بتاجيل الفاتوره الالكترونيه للافراد ل 30 ابريل عشان الناس تاخد وقتها وتظبط امورها وتظبط حالها، لانه مجرد ما ركب عندك على السيستم شاف القديم والجديد. هو مش ما شافش الجديد بس لا، هو شاف القديم والجديد، فهيحاسبك على القديم والجديد. وهيوفر طبعا بقى موضوع ان هينزل لك واحد من مصلحه الضرائب ويقلبك في قرشين علشان يمشي لك حاجات ويسيب حاجات. طبعا هو هيوفر الكلام ده كله، والكلام ده مش هيكون موجود. بس صدقوني انا محتاج وزير الماليه، راجل محترم جدا، ورئيس مصلحه الضرائب برضو راجل محترم جدا، محتاجكم بعد اذنكم تفكروا كويس في المواطن الغلبان، في الموظف او في صاحب المنشاه الفرديه اللي انت لسه هتحاسبه يوم 30 ابريل ده. خلاص الناس دي غلابه قوي، كلنا، وانا واحد منهم يعني، كلنا تعبانين جدا، تعبانين جدا. والنهارده المواطن اللي بيجي يشتري حاجه سواء كانت خدمه او سلعه بيبقى مش قادر يدفع ثمنها، فتخيل بقى انت كمان هتجبره على طبق. خلاص مفيش حاجه اسمها هطلع لك فاتوره ومش هطلع لك فاتوره، هطلع لك فاتوره هتدفع 14% مش هطلع لك فاتوره، مش هشيل منك ال 14%. يعني لو هطلع فاتوره هحط 14%، لو مش هطلع فاتوره مفيش 14%. انا مش بقول لك انا بعمل كده، انا الحمد لله ما بعملش الكلام ده، بس يعني ناس كتير بتعمل كده عشان توفر على العميل، لان مش كل العملاء زي اللي بيجي الصيانه عندي مثلا، مش كل العملاء كده. العميل بتاع الصيانه برضو معاه عربيه وبتاع، في مرفه شويه مش هقول قوي عشان الناس ما تزعلش، انما في ناس اصلا يا دوبك يومها بيعدي بالعافيه. فالنهارده لما انت تشيله 14% على كل حاجه هيعملها السباك النهارده لو جالك البيت بيعمل لك حاجه ب 50 جنيه لازم هيحط عليها 14%، هيعمل لك حاجه ب 100 جنيه هيدفع 100، هتدفع انت 114 جنيه. ما هو السباك خلاص هيبقى عنده فاتوره الكترونيه، كهربائي هيبقى عنده فاتوره الكترونيه، المحامي عنده فاتوره الكترونيه. النهارده لما هتيجي ترفع قضيه مثلا على حد مزعلك او مضايقك، بدل ما هتروح تدفع للمحامي 10,000 جنيه هتدفع له، هتزود عليهم 14%، هتزود عليهم 1400 جنيه. واضرب بقى اللي بيدفع 100,000 حط عليهم 14,000، فانت اللي بيدفع 1000 جنيه هيحط عليهم 140 جنيه، اللي بيدفع 1000 جنيه ال 10 جنيه مهمه جدا بالنسبه له مش 140 جنيه، واللي بيدفع 100 جنيه الجنيه الواحد مهم جدا بالنسبه له، فعشان يدفع عليهم 14 جنيه. واللي بيدفع 10 جنيه مهم جدا الربع جنيه بالنسبه له. انا مش عايز اطول كتير عشان الناس ما تفتكرش ان انا قاعد عمال اهري يعني وبطول على الفاضي. انا كل اللي طالبه قبل ما نقفل الفيديو ده الحل، طبعا كويس التاخير لغايه 30 ابريل ده حل مؤقت، لكن الحل في القصه دي ان انت لازم تخاطب الشركات الكبيره خلاص، والناس او الافراد او الشركات الصغيره اللي اصلا متعثره بلاش يعني، سيبها ماشيه زي ما هي خلاص، انزل وراقب وكل حاجه بس سيبها ماشيه زي ما هي، علشان في ناس بتاخد من الناس البسيطه دي، في ناس ابسط منها بتاخد منها شغل مش هتقدر على موضوع ال 14% الضريبه دي في كل حياتها. فدور على اللي فوق شويه وسيب اللي تحت شويه، لان هم خلاص معصورين على الاخر ومعدومين على الاخر خلاص بيجيبوا زيت زي ما كانوش جابوا يعني. واقسم بالله احنا بنمر يا جماعه بفتره، مرحله صعبه جدا اقتصاديا في مصر، وطبعا الناس كلها عارفه يعني، انا مش بقول حاجه جديده. يا ريس مش مستحمله، والله ما مستحملة. خلي الناس اللي فوق خد منهم وخليهم يساعدوا الدولة، إنما الناس اللي تحت مش قادرة، مش قادرة خالص خالص. لو انتوا هتفضلوا تضغطوا عليهم الناس دي هتنتحر وهتموت نفسها، لأن مش قادرة تأكل بيوتها ومش قادرة تبقى ملتزمة مع عيالها وبيوتها، فهتموت نفسها وفي الآخر هتلاقوا نفسكم في البلد لوحدكم. آسف لو كنت طولت عليكم،
وما تنساش تعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. كل القنوات الشرعية على السوشيال ميديا شريف ياسر اون تراك، فيسبوك يوتيوب انستجرام، واشوفكم دايما على خير. كان معاكم شريف ياسر اون تراك، واستنوا في لايف تاني كمان شوية على حاجة كده جاتلي من الصين ان شاء الله تعجبكم، عشان نطلع من النكد بتاع الفيديو بتاع النهاردة ده. بس محتاجكم الله يبارك لكم تقولوا لي رأيكم ايه في اللي انا قلته، وهل انت مع الفاتورة الالكترونية ولا لا. ولو في اي حاجة انا قلتها غلط، انا برضو مش خبير مالي، ولو في اي حاجة انا قلتها غلط ياريت حد يصحح لي في الكلام ونناقش تاني ونطلع برضو نسجل تاني في نفس الموضوع. بس انا للأسف انا مذاكر في الكلام ده كويس، فمتأكد من تقريبا من 99% من اللي انا قلته. شكرا ليكم جدا، واشوفكم دايما على خير. تنساش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.